منتصف الليل بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من القاهرة عاصمة الخبر. أهلا بحضراتكم، وهذه أبرز العناوين. مكارتي يرفض دعوة زيلنسكي لزيارة كييف، وبوريل يقترح مليار يورو لشراء ذخيرة لأوكرانيا. تجدد المظاهرات أمام برلمان جورجيا احتجاجا على قانون العملاء الأجانب، والشرطة تطالب المحتجين بفض تحركاتهم. والاستخبارات الأمريكية تحذر من قدرة الصين وروسيا على شن هجمات إلكترونية، وتؤكد أن العالم يواجه أوقاتا حركة. نستهل نشرتنا بتطورات الأزمة الأوكرانية. رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لزيارة كييف. وقال ماكارثي إنه غير مضطر لهذه الزيارة، مؤكدا أنه لن يسمح باستمرار تخصيص أموال ضخمة لأوكرانيا دون الكشف عن التفاصيل. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 400 مليون دولار. Wasteful Washington spending to reduce inflation. واقترح بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن ينفق الاتحاد مليار يورو من أجل شراء ذخيرة لأوكرانيا وإعادة ملء مخزونها العسكري. وفي كلمة له عقب اجتماع وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم، شدد بوريل على ضرورة تعزيز الصناعات العسكرية الأوروبية وتنسيق العمل لتلبية احتياجات كييف، مشيرا إلى أن الوضع يحتاج إلى حزمة دعم أوروبية لتعويض الذخائر التي تم تقديمها لأوكرانيا من قبل. كما كشف بوريل إلى اعتزام الاتحاد تكثيف تدريب القوات الأوكرانية خلال الفترة القادمة. هذا وبحث وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعين في العاصمة السويدية خطة ثلاثية لدعم أوكرانيا، أولها يتمثل في تقديم الذخائر إلى كييف بشكل فوري وعاجل. ويتمثل المحوران الآخران في إعادة ملء مخزونات الدول الأعضاء من الذخائر ورفع قدرات الإنتاج داخل التكتل الأوروبي عبر رصد مزيد من الإنفاق للصناعات العسكرية. في إطار مسعى لتفعيل اقتصاد حرب، بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالذخائر على الرغم من تعرض المخزونات لضغوط مع مرحلة أولى بقيمة مليار يورو. داعمو كييف الغربيون حذروا في الأسابيع الأخيرة من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق ألاف الذخائر يوميا لصد القوات الروسية يواجه نقصا حادا في القذائف من عيار 155 مليمتر لمدافعه. وعلى هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إلى تعزيز الصناعات الدفاعية والعسكرية. المجتمع الأوروبي مستعد لحشد الموارد، ونحن مستعدين للتمويل ب 100 مليون، ولا أريد أن أتحدث عن رقم كبير، بل هو سيكون رقم مهم جداً.
40% ستكون من الدول الأعضاء والبقية هي منا، وبالتالي إن حسبنا الأرقام فهي ليست بعيدة عن الهدف. وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بدوره أكد أن الدبابات الألمانية ستصل إلى أوكرانيا نهاية الشهر الجاري برفقة جنود مدربين على استخدامها، داعيا إلى استمرار دعم كييف. خطة من 3 أجزاء يعمل عليها الوزراء المجتمعون في ستوكهولم بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ ونظيرهم الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف من أجل اعتمادها في 20 مارس في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين. وحتى الآن لجأ الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا بشكل كبير إلى مخزوناتهم العسكرية بدعم يصل إلى 12 مليار يورو، بما في ذلك 3.6 مليارات من الصندوق نفسه. وعلى هامش اجتماع وزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي، دعا وزير الدفاع الإستوني هان بيثكر إلى سرعة إمداد أوكرانيا بالذخيرة المطلوبة. وأشار وزير الدفاع الإستوني إلى أنه ينبغي تعزيز الصناعة من أجل إنتاج المزيد من الدروع. لا ينبغي أن نغرق في البيروقراطية وننسى الهدف، وهو 1,000,000 قطعة ذخيرة لأوكرانيا وضخ أموال جديدة سوف يحسن قدرة الصناعة الأوروبية التي بمقدورها إنتاج المزيد من الدروع. من جانبه قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن مطلب بلاده من الاتحاد الأوروبي هو الحصول على ذخائر وأنظمة دفاع جوي. هذا وحدد وزير الدفاع الأوكراني حاجة كييف بمليون قطعة من الذخيرة بشكل عاجل لتعزيز القوات على الجبهة في مواجهة الهجمات الروسية شرقي البلاد. هذا وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يانس ستولتنبرغ أنه لا يستبعد سقوط مدينة باخموت في يد القوات الروسية في الأيام القليلة المقبلة. هذا وأشار ستولتنبرغ أنه لا يجب أن يكون سقوط باخموت المحتمل نقطة تحول جذرية في الحرب في أوكرانيا لصالح موسكو. من جانبه قال مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة أن المجموعة الروسية سيطرت بالكامل على شرقي باخموت. هذا وأوضح أن كل شيء شرقي نهر باخموت بات تحت سيطرة فاغنر بالكامل، وكان قد صرح في وقت سابق بأن المعارك الضارية مستمرة، لافتا إلى وجود ما بين 15 و20,000 مقاتل أوكراني في المدينة يقاتلون ببسالة. وسط تزايد التكهنات خلال الأيام الأخيرة بقرب انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة باخموت المحاصرة شرقي البلاد، أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين سيطرة قواتها على الجزء الشرقي من المدينة. إعلان قائد فاغنر جاء بعد ساعات على تأكيد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو خلال اجتماع مع قيادات الجيش الروسي على أهمية السيطرة على مدينة باخموت المحاصرة شرق أوكرانيا، لما سيوفره ذلك من إمكانية التقدم وضرب عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية. ورغم الإعلان الروسي، إلا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نفى نية قواته الانسحاب من باخموت، لافتا إلى أن قواته تحضر لهجوم مضاد بمواجهة التقدم الروسي. وترى كييف أن سيطرة القوات الروسية على باخموت تفتح الطريق أمام قوات موسكو للاستيلاء على مدن عديدة في شرق البلاد. ومنذ الصيف الماضي تشن القوات الروسية هجوما عنيفا دمر أجزاء كبيرة من مدينة باخموت من أجل السيطرة عليها، لكنها لم تتمكن بعد من ذلك. وحققت القوات الروسية تقدما في الآونة الأخيرة في باخموت التي اكتسبت أهمية رمزية وتكتيكية بعدما عجزت القوات الروسية على السيطرة عليها على الرغم من أكثر من 7 أشهر من المعارك الطاحنة التي تكبد بسببها الطرفان خسائر فادحة، ما جعلها المعركة الأطول أمدا والأكثر حصدا للأرواح منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير 2022.
ومع احتدام المعارك الشرسة في منطقة دونياسك، تواصل شرطة مدينة أفادفكا إجلاء العائلات التي لديها أطفال. ولا يزال هناك حوالي 2000 شخص في أفديفكا، بينهم أكثر من 30 طفلا، وذلك وفقا للشرطة المحلية. وأشار رئيس الشرطة لأن بعض العائلات لا ترغب في المغادرة، لكن المعارك تدمر كل شيء. يذكر أن مجلس الوزراء الأوكراني أقر خططا للإجلاء القسري للأطفال رفقة أحد ذويهم من مناطق القتال الفعلي. من جانبه قال الجيش الروسي انه احبط محاوله اختراق للقوات الاوكرانيه على محور كراسني ليمان في منطقه العمليه العسكريه الروسيه في منطقه دونيتسك. وذكرت تقارير وزاره الدفاع الروسيه فقدان الجيش الاوكراني خلال الايام الخمسه الماضيه ما يقرب من 850 شخصا على محور كراسني ليمان. وفي غضون ذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 5 مسيرات أوكرانية. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف في مؤتمر صحفي إنه تم تصفية أكثر من 485 جنديا أوكرانيا وسط تقدم القوات الروسية على المحاور كافة. على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي ونتيجة للأعمال النشطة لوحدات القوات التجمع الجنوبي وضربات العمليات التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية، تم القضاء على أكثر من 180 جنديا أوكرانيا ودبابتين وثلاث مدرعات وخمس سيارات ومدفع هاوزر ذاتي دفع كاسر ومدفع هاوزر ذاتي دفع غوزديكا على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيا. استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمدفعية التابعة لقوات مجموعة فاستوك وحدات العدو في مناطق بلدات أوغليدار وبافلفكا ونوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفا دانييلوفكا في مناطق زابوروجيا. أعلنت الأمم المتحدة أن ريبيكا جرينسبن أكبر مسؤولة تجارية أممية ستجتمع مع مسؤولين روس في جنيف خلال الأسبوع القادم لمناقشة تجديد صفقة الحبوب الأوكرانية. هذا وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذه هي الخطوة المقبلة، مؤكدا أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيواصل بذل الجهود كافة لإزالة العقبات أمام صادرات الأسمدة الروسية. ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا إلى تمديد اتفاق مبادرة حبوب البحر الأسود. وقال زيلنسكي بعد محادثات مع غوتيريش في كييف إن مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورية للعالم، فيما شدد غوتيريش على أهمية الاتفاق بالنسبة للأمن الغذائي وأسعار الأغذية عالميا. ومن المفترض أن يتم تمديد الاتفاق لمدة 120 يوما إن لم يبدأ أي طرف معارضته. وكانت روسيا شددت على ضرورة إزالة عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح باستمرار الاتفاق. من جانبه قال مصدر دبلوماسي تركي أن مطالب روسيا المتعلقة بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لم تتحقق بعد. وأضاف المصدر التركي أن أنقرة تعمل بكل جهدها لضمان استقرار واستمرار الاتفاق، كما قال أن مخاوف روسيا أو بالأحرى الصعوبات التي تواجهها لم يتم تدليلها بعد، مشيرا إلى أن تركيا تؤدي دورها من أجل تحقيق توافق بين جميع الأطراف. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في فبراير من العام الماضي طالت العالم بأسره وأحدثت حالة من الشلل لحركة التجارة خاصة الحبوب في البحر الأسود، الأمر الذي ألقى بظلاله على سلاسل الإمدادات والتوريد نظرا لمكانة موسكو وكييف في أسواق الغذاء والطاقة في العالم. وأملا في تجنب أزمة غذائية عالمية حادة، وقعت روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي اتفاقا عرف باسم مبادرة الحبوب البحر الأسود برعاية تركيا والأمم المتحدة بشأن استئناف تصدير الحبوب والأسمدة لمدة 120 يوما،
وعقب مفاوضات صعبة تم تجديد المبادرة في نوفمبر العام الماضي لمدة 4 أشهر أخرى كإجراء حيوي لضمان تدفق الإمدادات الغذائية إلى الأسواق العالمية. المبادرة نصت على رفع الحصار عن 3 موانئ أوكرانية رئيسية تطل على البحر الأسود، مما سمح باستئناف صادرات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة بما في ذلك الأمونيا من أوكرانيا عبر ممر إنساني بحري آمن من موانئ تشورنومورسك، أوديسا، يوجيني إلى باقي دول العالم. ولتنفيذ الاتفاق تم إنشاء مركز تنسيق مشترك في اسطنبول يضم ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الروسي وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. ووفقا للإجراءات الصادرة عن مركز التنسيق المشترك، تخضع السفن الراغبة في المشاركة بالمبادرة للتفتيش قبالة اسطنبول للتأكد من خلوها من البضائع، ثم تبحر عبر الممر الإنساني البحري إلى الموانئ الأوكرانية للتحميل. والاستمرار إبحار الشحنات بسلاسة من الموانئ الأوكرانية يتطلب الأمر تعاونا متواصلا بين موسكو وكييف، إلا أنه مع عدم وجود نهاية واضحة للحرب في أوكرانيا تلوح في الأفق، ووسط الاتهامات المتبادلة بين أطراف الصراع بالمسؤولية عن تعطيل تصدير الحبوب، فإن مستقبل تمديد الاتفاقية غير مؤكد مع قرب انتهاء العمل بها في 18 مارس الجاري. قام الادعاء الألماني بتفتيش سفينة على خلفية حادث تفجير خط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، والذي تم الهجوم عليه في سبتمبر الماضي. وأوضحت المعلومات أن الادعاء الألماني فتش سفينة مستأجرة من شركة مقرها في بولندا، وهي مملوكة لاثنين من الأوكرانيين واستخدمت في تلك العملية. وبحسب التحقيقات نفذ فريق من 6 أشخاص العملية السرية في بحر البلطيق، وشاركت السلطات الأمنية في ألمانيا والدنمارك والسويد وهولندا والولايات المتحدة في ذلك التحقيق المختص بتدمير خطوط نورد ستريم. رفض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الدخول في أي تكهنات بشأن التقارير التي تحدثت عن تورط أوكرانيا في حادث تفجير خط أنابيب نورد ستريم. وأكد بيستوريوس ضرورة الانتظار لحين اتضاح حقيقة المعلومات التي تم الكشف عنها. علينا أن نميز بوضوح ما إذا كان قد حدث بناء على أوامر أوكرانية أو مجموعة موالية لها دون علم الحكومة، لكنني أحذر من القفز إلى الاستنتاجات السابقة لأوانها. أود أن أشير لآراء الخبراء التي رجحت أن تفجيرات خط نورد ستريم قد تكون نفذت عبر عملية مستترة هدفها تحميل أوكرانيا المسؤولية في إطار العملية المعروفة باسم العلم الزائف. ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نات برايس إن واشنطن لديها ثقة تامة في التحقيقات التي تجريها ألمانيا والسويد والدنمارك في الأسباب المحتملة وراء انفجار خط أنابيب غاز نورد ستريم في سبتمبر الماضي. وخلال إفادة صحفية أكد برايس أن الحكومة الأمريكية لن تعلق قبل انتهاء شركائها الأوروبيين من تلك التحقيقات. كما أشرتم إلى المحققين، في الحقيقة هناك 3 دول تحقق بدقة في الواقع، وهم حلفاؤنا الألمان وشركاؤنا السويديون والدنماركيون أيضا. وبالفعل لقد فتحوا تحقيقا فيما حدث، وهذه التحقيقات ما زالت جارية، وكما نفعل دائما سنسمح باستكمال تلك التحقيقات حتى نهايتها قبل أن نعلق على أي نتائج أو استنتاجات محتملة. ويعد خط نورد ستريم أحد أهم خطوط إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي من قبل روسيا، ويمر عبر بحر البلطيق باتجاه ألمانيا. هذا الخط تديره شركة غاز بروم الروسية، وشاركت في تمويله شركات أوروبية، وتبلغ سعة نورد ستريم نحو 110 مليار متر مكعب سنوية.
في شأن آخر، دعت الشرطة في جورجيا المتظاهرين المحتشدين أو المحتشدين في العاصمة تبليسي احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل بشأن العملاء الأجانب، دعتهم إلى فض تحركهم. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين وسط أنباء عن محاولتهم اقتحام البرلمان. هذا وتواصلت المظاهرات في العاصمة تبليسي بمشاركة عشرات الآلاف بعد إقرار البرلمان في جورجيا القراءة الأولى لهذا القانون. ونشاهد على الهواء مباشرة بعض من هذه التظاهرات في العاصمة الجورجية تبليسي اعتراضا على القراءة الأولى لهذا القانون الذي تصفه وسائل الإعلام الجورجية وأيضا منظمات المجتمع المدني بأنه معادي للحريات العامة وحرية التعبير وحرية الصحافة. وهذه التظاهرات تتواصل بعشرات الآلاف. وفي وقت سابق من هذا اليوم قالت الشرطة أنها ألقت القبض على 66 شخصا على خلفية هذه التظاهرات، بينما تقول الشرطة أيضا أن هناك 50 شرطيا أصيبوا جراء الاشتباكات والصدمات بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة. ونرى الآن على هواء مباشرة إحدى هذه التظاهرات، وفيما يبدو أن هناك أيضا أو أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين المتظاهرين الرافضين لمشروع القانون وبين قوات مكافحة الشغب والشرطة الجورجية. وفيما يبدو أيضا من هذه الصور أن الشرطة تقوم بإلقاء القبض على أحد المتظاهرين كما نرى في هذه الصورة على الهواء مباشرة. في الأثناء دعت الولايات المتحدة دعت جورجيا إلى احترام هذه التظاهرات السلمية ضد قانون العملاء الأجانب مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الجورجي. ينص مشروع القانون المثير للجدل الذي تبناه البرلمان بالقراءة الأولى ينص على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى تمويلا من دول أجنبية بأكثر من 20% من تمويلها وتصنفها بحسب هذا القانون بأنهم عملاء أجانب. إذن هذه الصور على الهواء مباشرة من العاصمة الجورجية تبليسي اعتراضا على مشروع هذا القانون والذي يحد من التمويل الذي يأتي من الخارج لبعض وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في جورجيا. إذن لمزيد من التحليل والفهم والتفسير لما يحدث هناك في جورجيا نتحول الآن إلى الزميل أحمد بشتو في نافذة تحليلية. أحمد، شكرا همام ومنى. مشاهدينا الكرام أهلا بحضراتكم، أذهب مباشرة عبر سكايب إلى مدينة بازل السويسرية مع الأستاذ سرحان الطاهر سعدي رئيس استاس الدولية للدراسات الاستراتيجية. أستاذ سرحان، يعني هناك ربما رفض لما يجري في تبليسي الآن من واشنطن وباريس وعدة عواصم أوروبية أخرى، أيضا جوزيف بوريل وهو مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يقول إن هذا القانون مناقض لروح الاتحاد الأوروبي، وتبليسي تقدمت بالفعل بطلب في فبراير الماضي من عام 2022 للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. إذن كيف يمكن لتبليسي أن تقر قانونا يتناقض مع روح الاتحاد الأوروبي كما يقول جوزيف بوريل؟ مرحبا سيدي الفاضل. هناك تناقض صريح فعلا، كيف لتبليسي لجورجيا أن تتقدم بطلب لعضوية الاتحاد الأوروبي وحتى الحلف الأطلسي وفي ذات الوقت تقر قانونا يعتبر نسخة طبق الأصل لقانون قد أقرته روسيا عبر البرلمان عبر الدوما، حرفيا ينص حرفيا القانون، يعني حرفيا بحذافره القانون الذي اعتمدته روسيا ضد المنظمات المجتمع المدني، يريد الحزب الحاكم الآن عبر البرلمان كما ذكرتم في قراءته الأولى عبر القراءة الأولى عبر البرلمان
إقراره. هذا يعتبر، أعتقد أنه الآن جورجيا ستكون النسخة الأولى لأوكرانيا، لا أقول النسخة الثانية لأن أوكرانيا الآن تتعرض لاحتلال روسي، لكنها ستكون النسخة الأولى. أي هناك تناقض صريح بين الحزب الحاكم وحتى داخل منظومة الحكم، هناك من يريد التقرب أكبر من الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، مع العلم أن رئيسة جورجيا موجودة الآن في واشنطن وهي ضد هذا القرار، لكنها تنتمي إلى الحزب الحاكم وعندها وفقا لأحكام الدستور الجورجي لها الحق أن تستعمل حق النقد الفيتو لكي لا يقر القانون. لكن بما أن حزب الحاكم عنده أغلبية أكثر من 50% في البرلمان، فأعتقد أن القانون سيمر، ستكون هناك قراءة ثانية ثم قراءة ثانية ثالثة حتى شهر سادس من هذا العام. ربما الأمر الواجب ذكره، حتى هذا القانون لن يمر إلا بعد أن تكون هناك استشارة للجنة البندقية، لجنة فينيز، هي لجنة استشارية أوروبية للاتحاد الأوروبي، هناك اتفاق بينها وبين جورجيا لكي تقوم بقراءة أو تعطي بعض النصائح فيما يخص هذا القانون. جوزيف بورر المسؤول الخارجية الأوروبية رفض هذا القانون جملة وتفصيلا، لأن الأوروبيين الآن منشغلون في الحرب مع روسيا في أوكرانيا ولا يريدون فتح جبهة أخرى في جورجيا. لذلك أنا أعتقد أن هناك أيادي خفية، ربما روسيا معروف حسب المعلومات المتوفرة لدينا، روسيا عندها قبضة محكمة على الحزب الحاكم. والأمر المثير للجدل هو أن رئيس الحزب الحاكم في جورجيا، الحزب الذي تنتمي إليه رئيس جورجيا كذلك، صرح تصريح غريب، هو قال لا يمكننا أن نقف أو نصطف ضد روسيا، قال انظروا المثال الحي الذي لدينا الآن، أوكرانيا اصطفت يعني ضد روسيا وأرادت أن تنفك من قبضة الروسية، والآن فقدت 20% من أراضيها، وحتى هناك بعض المقاطعات استقلت عن أوكرانيا. فهذا التخوف الجورجي، هل هو تخوف أو هناك بعض من النخب الجورجية من لها ولاء لروسيا ولا تريد لجورجيا أن تقترب من أوروبا وحتى إلى الحلف الأطلسي؟ نعم أستاذ سرحان، يعني استطلاعات الرأي تقول أن 80% من الشعب الجورجي مؤيد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، أيضا الدستور الجورجي يكرس لهذا الهدف، فبالتالي هل هو تفجير ما يحدث الآن هو تفجير لهذه الأهداف لرغبة الشعب الجورجي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي استباقا ربما للانضمام الفعلي لهذا الاتحاد أو حتى إلى حلف الناتو؟ نعم ممتاز، هذا هو أعتقد أنه بما جورجيا كمولدافيا وأوكرانيا تقدمت مطلع العام الماضي بطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي وافق على ملف الأوكراني والملف المولدافي، إلا أنه وضع الملف الجورجي على ستاند باي، لأنه بعض الأشياء في بعض القوانين الجورجية يعني يستحيل لا تتلائم مع روح الاتحاد الأوروبي. هناك رغبة قوية لدى الشعب الجورجي للانضمام للاتحاد الأوروبي، لا أريد الذهاب بعيدا حتى الحلف الأطلسي، لكن كخطوة أولى الاتحاد الأوروبي، وهناك نخب حتى جورجيا تريد الانضمام للاتحاد الأوروبي، إلا أن اليد الخفية، يد موسكو الخفية التي عندها، موسكو تسيطر على الدولة العميقة في جورجيا، هذا هو الأصل، موسكو تسيطر على الدولة العميقة في جورجيا وسيطرتها. لكن أستاذ سرحان، يعني قد يبدو هذا تبسيطا للمسألة أو ربما استخداما لنظرية المؤامرة، أم يوجد الظل الروسي دوما في مثل هذه الأزمات؟ يعني ربما هو هناك اختلاف بالفعل في وجهات النظر بين رئيس الحكومة الجورجية والرئيس الجورجية، فبالتالي يعني قد تحصر المسألة في الداخل الجورجي نفسه. لا يستحيل، لأنه يعني إذا ذكرت تصريح رئيس الحزب الحاكم، لماذا ذكر أوكرانيا ولماذا قال مباشرة، قال لا نريد مواجهة مع روسيا، هناك تخوف من بعض النخب في أوكرانيا، وأيضا قال نريد توازنا مع روسيا. نعم هذا التوازن لن يتم، كيف يكون هناك توازن ويتم إقرار قانون يعني حرفيا نسخة طبق الأصل على القانون الروسي؟ أنا شخصيا سيدي الفاضل أتفهم هناك مفهوم الدولة الوطنية مفهوم عزيز علي، أنا أتفهم أن بعض الدول يعني تتوجس وتخاف من تمويل بعض المنظمات
المجتمع المدني لا تريد أن تتلقى تمويلاً أجنبي، هذا أتفاهم، ولكن يستحيل. هم قالوا أنه أي منظمة غير حكومية تتلقى 20% من تمويلها تمويل أجنبي، تمويل أجنبي، فهي تعتبر يعني كمنظمة عميلة. لكن هناك تناقض صريح كذلك، كيف لدولة تريد أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وترفض قوانين الاتحاد الأوروبي؟ قال الاتحاد الأوروبي قوانينه واضحة، فالدول يحق لها أن تمول منظمات غير الحكومية. لكن أعطيكم الحق أنه الوضع الحالي وانفجار الوضع في أوكرانيا مؤخرا، وكذلك التوقيت غير مناسب. يعني هناك يد خفية، ربما من هناك من يقول روسيا، ربما من يقول دول أخرى لا أريد ذكرها، لكن الوضع صراحة إن استمر فقد يأتي قد يسوء. نعم، ضيفنا عبر سكايب من مدينة بازل السويسرية الأستاذ سرحان الطاهر سعدي، رئيس استاس الدولية للدراسات الاستراتيجية، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم مشاهدين الكرام، مرة أخرى أعود إلى همام مجاهد ومنى شكر لاستكمال باقي ملفات النشرة. شكرا بشكر. شكرا لك بشكر. دعت الخارجية الأرمينية إلى إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع أذربيجان للتحقق من تصريحات باكو بنشر قوات هناك. ذكرت الخارجية الأرمينية أنها أكدت مرارا عدم نقل أي ذخيرة أو أغراض عسكرية إلى المنطقة، مشددة على رغبتها من جديد في تحقيق السلام في ناغورنو كاراباخ. إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال قلقا إزاء التعطل المستمر في حرية الحركة على الحدود الأذرية الأربينية. ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الأذرية إلى ضمان حرية وأمن الحركة على الحدود مع أرمينيا، كما حث الاتحاد أذربيجان وأرمينيا على استمرار المشاركة في الحوار بما في ذلك على مستوى القادة. أكدت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي أن منافسة الولايات المتحدة وحلفائها مع الصين وروسيا تضع العالم أمام سنوات حرجة. أكدت الاستخبارات الأمريكية أن الصين ستسعى إلى التعاون الدفاعي والتكنولوجي مع روسيا، مشيرة إلى أن موسكو ستبقى التهديد الأكبر على مستوى الأمن الإلكتروني بخصوص التأثير على قرارات الدول الأخرى، كما أن بكين لديها القدرة على تنفيذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية الأمريكية. قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تطبيق تيك توك المملوك لها للتحكم في البيانات الخاصة بملايين المستخدمين الأمريكيين. وخلال جلسة استماع لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي حول التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة، أكد المسؤول أن بكين يمكنها استخدام التطبيق للتحكم في البرامج الموجودة على ملايين الأجهزة في الولايات المتحدة والتأثير على آراء المستخدمين السياسية بتوجيه مقاطع فيديو حول قضية محددة للمشاهدة. من القاهرة الإخبارية نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. اضطراب حركة النقل الجوي في بريطانيا جراء عاصفة ثلجية. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما العسكري والأمني. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
من جانبي أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تثمين بلاده عاليا للقيادة المصرية وللدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن جهودا كبيرة تبذل من الدول العربية والإسلامية لتحقيق تسوية سياسية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67. وأضاف شكري أن المجلس الوزاري العربي اعتمد قرارا يتم بموجبه إدراج سد النهضة كبند رئيسي على أجندة العمل العربي. اعتمد المجلس قرارا عن سد النهضة وتم إدراجه كبند دائم على أجندة عمل الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة، بما يعكس اتفاقا عربيا حول حماية حقوق دول المصب وتأكيدا على ضرورة تمتع إثيوبيا بالمرونة اللازمة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد. دفعت مصر بقرارات عن البيئة وتحدياتها وكذلك عن الأمن السبراني وتم إقرارها، وذلك في إطار تعزيز عمل الجامعة في هذه المجالات والنطاقات الجديدة. وناقش وزراء الخارجية العرب خلال أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، ناقشوا العديد من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسوريا، وكذلك العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية، فضلا عن العلاقات العربية الإفريقية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. من جانبها أدانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما استنكرت اللجنة التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، وأعربت أيضا عن قلقها إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار يهدد الأمن القومي العربي. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي إن خروج لبنان من المأزق الراهن يتطلب قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملة. أوضح ميقاتي أن المسار الدستوري يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات المطلوبة ومواجهة الصعوبات التي تمر بها البلاد اقتصادية واجتماعية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف 3 شركات إيرانية وقيادات بالسجون الإيرانية لارتكابهم انتهاكات حقوقية بحق النساء والفتيات ودعم استخدام القمع العنيف ضد المواطنين. أوضحت الوزارة أن العقوبات جاءت بموجب أحكامها التي تستهدف منع الفساد والمرتبط بانتهاك حقوق الإنسان، كما أشارت إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وتزامنا مع يوم المرأة العالمية. أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند أن شرطة مدينة لوسفيل تستخدم العنف المفرط وأن بعض العاملين فيها يؤدون عملهم بشكل عنصري. وخلال إعلان نتائج تحقيق وزارة العدل الأمريكية في أداء شرطة مدينة لوسفيل في ولاية كنتاكي بعد مقتل امرأة في مسكنها على يد الشرطة خلال مداهمة لمنزلها عام 2020، أوضح جارلاند أن التحقيقات التي استمرت لمدة 2 أكدت أن الشرطة تستخدم تكتيكات عنيفة لا داعي لها، مثل تكنيك خنق المشتبه فيهم باستخدام الركبة واستخدام الكلاب البوليسية.
في بريطانيا علقت السلطات عشرات رحلات الطيران بسبب عواصف ثلجية وتساقط الأمطار، وتأثرت الرحلات الجوية في العديد من المطارات، ومن بينها مطار بريستول الدولي جنوب غربي البلاد الذي توقف عن العمل نتيجة لهطول الثلوج بكثافة. واضطرت السلطات البريطانية إلى توجيه بعض من رحلات الوصول إلى مطار برمنغهام، بينما واجه الركاب تأخيرا لرحلاتهم داخل مطار جاتويك في لندن. وأشارت هيئة الأرصاد البريطانية إلى استمرار هذه الموجة من الطقس إلى نهاية الأسبوع الجاري. واقتصاديا، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الدولة ملتزمة بتطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى أن مصر لم تتأخر يوما في سداد أي التزامات بالعملة الصعبة. كما أكد خلال مؤتمر صحفي حرص الدولة على حل مشكلات المستثمرين بقرارات سريعة وحاسمة. كان هناك قرار بأن تنشأ وحدة لحل مشاكل المستثمرين، والوحدة دي تحت إشراف المباشر برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وكل الجهات السيادية والرقابية اللي موجودة في الدولة، علشان ناخد قرارات سريعة وحاسمة في حل مشاكل الاستثمار اللي موجودة في الدولة المصرية، بالإضافة إلى الآليات الأخرى اللي موجودة. ويمكن احنا كنا حريصين ان احنا يعني بقدر الامكان نعلن عن هذه الوحده، ونحاول ان احنا نشجع كل المستثمرين ان هم يتقدموا عليها. وايضا بالاضافه لده يعني اطلقنا بوابه الكترونيه لنفس الموضوع، علشان اللي مش عايز يجي ويتقدم بصوره مباشره يقدر من خلال هذه البوابه ايضا ان هو يتقدم بمشكلته. احنا من ساعه ما بدانا هذا الموضوع تلقينا 1615 شكوى. تم الحقيقة البت في 1260 شكوى منهم، يعني 80% منهم. وحول برنامج الطروحات، قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة أعلنت عن طرح أول 32 شركة، مشيرا إلى إمكانية طرح حصص لشركات أخرى، منها ما هو مطروح بالفعل أو ما يسمى الطرح الثانوي. أضاف أن الأفضلية في الطرح سيكون للشركات الكبرى، وستستعين الحكومة بمكاتب استشارية عالمية لإدارة الطروحات. نبقى في مصر، حيث حذر البنك المركزي المصري المواطنين من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية المختلفة. وأكد البنك المركزي عدم إصدار تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصرية نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية. وأضاف المركزي المصري أن تلك الأنشطة مخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. أعلن البيت الأبيض أن مشروع الميزانية الذي من المقرر أن يقدمه الرئيس جو بايدن بهدف خفض عجز الميزانية الأمريكية بنحو 3 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير إن خطة بايدن تستهدف تحمل الأثرياء والشركات الكبرى نصيبها العادل من الضرائب دون أي زيادة على الأمريكيين الذين يكسبون أقل من 400,000 دولار في العام. Some context here. President Biden took office after his predecessor signed a record. قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي أن مسؤول السياسة النقدية بالبنك لم يتخذوا قرارا بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة، والذي من المقرر أن يتخذونه في اجتماعهم القادم. وأضاف أن البنك سيراقب البيانات التي ستصدر حتى اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 21 مارس لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس.
إلى أخبار الرياضة والتي نبدأها ببطولة الدوري الأوروبي، حيث يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفي ريال بيتيس الإسباني في ذهاب دور 16 على ملعب أولد ترافورد. ويلاقي يوفنتوس الإيطالي ضيفه فرايبورغ الألماني على ملعب أليانز. على ملعب أولد ترافورد وبين جماهيره يستضيف مانشستر يونايتد فريق ريال بيتيس في ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم. المانيو يبدأ الموقع بمعنويات سيئة بعد تعرضه منذ أيام لخسارة كارثية أمام الغريم التاريخي ليفربول بسبعة أهداف مقابل لا شيء في الدوري الإنجليزي. كما سيعاني الفريق الإنجليزي غياب أحد أبرز لاعبيه البرازيلي كاسيميرو لاعب خط الوسط بعد تعرضه لإصابة في مباراة الريدز. كان الشياطين الحمر قد حجزوا مقعدهم في الدور ثمن النهائي بالفوز على العملاق الأسباني برشلونة بهدفين مقابل هدف في إياب دور خروج المغلوب بعد تعادلهما في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما. وعلى ملعب أليانز ستاديوم يستقبل يوفنتوس ضيفه فرايبورغ الألماني. اليوفي الذي يعاني الأمرين هذا الموسم يسعى إلى مصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة منذ أيام أمام الغريم روما بهدف مقابل لا شيء في الدوري الإيطالي. ونجح البيانكونيري في مواصلة مساعيه لتجنب الخروج خالي الوفاض هذا الموسم بالوصول إلى دور 16 من المسابقة بفضل فوزه على نانت الفرنسي بثلاثية نظيفة في إياب دور خروج المغلوب بعد تعادلهما بهدف لكل منهما في المباراة الأولى. ومن المقرر أن تكون هذه أولى المواجهات التي تجمع بين الفريقين على مدار التاريخ، حيث لم يسبق أن تقابلا في أي لقاء سواء كان في مسابقات رسمية أو ودية. أكد إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه تعلم الدرس بعد الخسارة الكبيرة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي. هذا وشدد تين هاغ على أن الأمر لن يتكرر في مواجهة بيتيس في الدوري الأوروبي. بكل تأكيد علينا أخذ الدروس وذلك ما فعلناه، وبالطبع تحدثنا عن الموضوع، وبكل تأكيد أعدنا مشاهدة مباراة ليفربول واستخلصنا الدروس الصحيحة. سنعود إلى نقطة البداية ونقوم بردة فعل. نحن في مركب واحد ونقوم بالأمور بعقلية جماعية. كان الأمر عبارة عن فوضى وعلينا التعامل مع ذلك. ونستمر مع منافسات الدوري الأوروبي، حيث يحل أرسنال الإنجليزي ضيفا على سبورتينغ لشبونة البرتغالي في ذهاب دور 16، كما يستضيف روما الإيطالي على ملعبه فريق ريال سويسيداد الإسباني في مواجهة قوية. يستضيف الاتحاد غريمه التاريخي النصر في قمة مرتقبة ضمن الجولة 20 من الدوري السعودي. يسعى المتصدر الوصيف للفوز بالنقاط الثلاثة للاقتراب خطوة كبيرة من لقب المسابقة. قررت إدارة نادي كلوب بروغ البلجيكي إقالة المدرب سكوت باركر بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينه ضمن تبعات الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة على يد بنفيكا البرتغالي بنتيجة 7-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. نهاية نشرة منتصف الليل من القاهرة الإخبارية، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. ماكارثي يرفض دعوة زيلنسكي لزيارة كييف، وبوريلي يقترح مليار يورو لشراء ذخيرة لأوكرانيا. تجدد المظاهرات أمام برلمان جورجيا احتجاجا على قانون العملاء الأجانب، والشرطة تطالب المحتجين بفض تحركاتهم. الاستخبارات الأمريكية تحذر من استمرار التعاون بين روسيا والصين ومواصلة تهديد العالم. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت، كما يمكنكم متابعتنا
على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11741 راسي. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. شكرا لحضراتكم، من زميلتي منى شكر ومني همام مجاهد، على طيب المتابعة. هنا القاهرة عاصمة الخبر.